أصحابي أصحاب الكرة الأهلاوية، لكم مني أحلى تحية. في الأول هندي على كل شهدائنا اللي بيتوفوا واللي بيتقتلوا في غزة، وندعي ونقول يا رب خلصنا من كل الناس الشمال اللي محتلين أرضنا في فلسطين. الأول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. أخوك أهلاوي، اشترك معايا أهلاوي محترم. معانا النهارده اخيرا اخيرا بتنتهي قصه عمر كمال عبد الواحد، وايه اخبار السوليه، وفيلم وافلام ومسرحيات وحواديت كتيره مع فتوح ونادي الزمالك، هنجيبها لكم كلها حته حته النهارده. واخبار نادي الاتحاد جده اللي هيلاعب النادي الاهلي، اللي فيه اخبار سيئه جدا عنه في بطوله دوري ابطال اسيا، و اخبار تانية كتير. الاول هنخش على طول على اخبار. انا كنت بحط قبل احداث غزة كان في تتر بموسيقى، طبعا عشان احتراما لاخواتنا مش هنحط اي تتر، هنخش على طول على الفيديو. عمر كمال عبد الواحد من ساعة ما خلص السيزون اللي فات وانا بقول لكم يا جماعة عمر كمال عبد الواحد في النادي الاهلي. الموضوع ما كانش خلصان عشان الادارة القديمة اللي كانت ماسكة مودرن كانت ادارة بتحارب النادي الاهلي. ادارة وليد دعبس جاية عشان تهدي الامور مع النادي الاهلي، وكمان اللي مرجح عمر كمال عبد الواحد انه يروح الاهلي هي رغبة عمر كمال عبد الواحد نفسه ان يختم حياته في النادي الاهلي. زائد عمر كمال عبد الواحد زي ما بيلعب وينج بيلعب باك يمين، بيلعب برضو باك شمال كويس، والراجل نضج وكبر، وكمان بيجيب اجوان عالمية من خارج منطقة الجزاء. بيقول لك الاهلي او الصفقات الشتوية، عمر كمال عبد الواحد اصبح رسميا لاعب في صفوف النادي الاهلي، والكلام ده طبعا مجازا لان مفيش رسمي الا في شهر يناير لما يتمد العقد. بيقول لك تم التواصل الاتفاق بين فيوتشر والاهلي بشأن انتقال اللاعب في يناير القادم وفقا لرغبة اللاعب نفسه ومطلب المدير الفني مارسيل كولر. طبعا بيتمنى كل التوفيق لعمر كمال عبد الواحد، ويكون إضافة للنادي الأهلي، ونشوفه يبدع أكتر ما هو ما بيبدع في المكان اللي هو فيه. عمر السولية بعد فترة كبيرة من ساعة تقريبا المعسكر الإعداد لغاية دلوقتي ما شفناهوش أخيرا مع عمر السولية. عمر السولية يرجع للتدريبات، عمر السولية خف، عمر السولية نزل عادي التدريبات، وبإذن الله يكون جاهز تحت ايد المدير الفني. نيجي للمسلسلات والتمثيليات والحوارات الكتيرة بتاعت احمد فتوح، واللي هو بيجهز نفسه فيها عشان يعمل تخارج من نادي الزمالك. لكن من سوء حظ احمد فتوح انه هو ما حاولش يعمل زي فرجاني ساسي قاعد ينيمهم لغاية لما فجأة مرة واحدة طار. نبدأ بحاجة كانوا حاطينها مقارنة، عشان في ناس اللي هو صفحات بتحاول تقلل من فتوح عشان ما يجيش النادي الاهلي. صفحة منهم بتقول لك الموسم الماضي علي معلول في كل البطولات ساهم في 27 هدف، لكن احمد فتوح المرشح للانضمام للاهلي طول تاريخه ساهم في 17 هدف. عايز اقول للصفحة اللي كتبت كده واقول لهم خدوا معلول وديه مكان فتوح مش هيجيب اجوان، وخد فتوح حطه مكان معلول هيبدا الرك في المكان، وهثبت لكم في الاخر ازاي الرك في المكان. احمد فتوح على الستوري بتاعه بعد بيان الزمالك لعرض اللاعب للبيع حط صوره اموشي، وهحطه لكم قدامه اللي هو بيضحك لغايه الدموع. طبعا ده احمد فتوح. ونيجي لميدو، ميدو بيقول لك عمر جابر شاف فتوح وصبح والزناري لابسين لبس خروج وماشيين، طبعا ماشيين من النادي لان تدريبات ليليه. كلم شيكابالا وراح لهم قال لهم رايحين فين؟ فتوح ساب شيكابالا وما ردش عليه، وصبح والزناري قالوا له رايحين نجيب اكل من بره وراجعين. شيكابالا كلم فتوح ورد وقال له انتوا عايزين مني ايه؟ مش هرجع الا لما اخلص سهرتي. وعاوزينك يا استاذ احمد فتوح خلص سهرتك في الزمالك، لكن تعالى مع الاهلي واقفل سهرات. بيقول لك ازاي، بصوا بقى يا جماعه عشان تعرفوا ان المنتخب بيدار من جوه نادي الزمالك.
المنتخب بيدار منين؟ المنتخب بيدار من جوه نادي الزمالك. عشان تعرف المنتخب بيخسر ليه، لان اللي بيخسر في الدوري المصري هو اللي بيخص، هو اللي بيوجه المنتخب، فبالتالي بيخسر هو التاني. مفيش فالح بينصح فالح، ده الفاشل بينصح فاشل. بيقول لك الزمالك يطالب حازم امام باستبعاد احمد فتوح من المنتخب، منتخب ابوه هو. بيقول لك احمد فتوح يغيب عن جلسه التحقيق في نادي الزمالك اليوم، وحضور ثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي للخضوع للتحقيق. طبعا الناس صبحي والزناري كده كده احنا عارفين ان الزمالك لا بيعاقب ولا بيدي جزاءات ولا في فلوس عشان الجزاءات، فكده كده التحقيق في شنك، فالناس دي قاعده ما يفرقش معايا. لكن احمد فتوح مش، لا فارق معايا، الراجل مش طايق خالص اللي بيحصل. بيقول لك احمد فتوح قام بالغاء متابعته لحساب نادي الزمالك وشيكابالا قائد الفريق عبر انستجرام. الراجل زهق وخلع بجلده. نيجي للاتحاد، الاتحاد جده السعودي، اتحاد جده السعودي اللي بيقول لك في بنزيما وكنتي وما كنتيشي وي وي وي. اتحاد جده السعودي اتغلب من نادي القوه الجويه العراقي بنتيجه 2-0، وبالنتيجه دي فكده اسمه توتو سانتو ولا مش عارف اسمه ايه، سانتو المدرب بتاعهم في مهب الرياح واحتمال ما نشوفوش. طبعا كنت كلمتكم على ان في اول الفيديو لما كلمتكم على علي معلول والبطولات بتاع احمد فتوح وعلي معلول، عايز اقول لكم ان جمهور الزمالك بيقولوا ان فتوح ومعلقين بانر على الملعب التدريبات بتاعتهم بيقولوا ايه، شرف الانتماء للزمالك يستحقه الرجال فقط. طبعا بيقولوا الكلام دوت لفتوح. عايز اقول للاستاذ اللي كاتب الشعار ده، الرجال اللي موجود عندك واولهم ابو الرجال شيكابالا، وبعدين كل الاساطير اللي انت بتحكي عنهم زي زيزو، طارق حامد، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، مصطفى فتحي، بن شرقي، ساسي، كل الرجال دول بقالهم 20 سنه بيدوروا على الرجوله في افريقيا. اخر حاجه، طبعا احنا بنقول كل اولاد الزمالك اولى بالزمالك، اولاد الزمالك اولى بالزمالك، والنغمه دي لغايه لما تيجي نغمه الفلوس والمصلحه مفيش ولاد الزمالك يا عم الحاج. طارق مصطفى بيقول لك مدرب البنك الاهلي مش هقبل امسك الزمالك لفتره مؤقته، اسمي وتاريخي ما يسمحوش بكده. يا راجل هو لسه اتبنى اسمه ولا اتبنى تاريخ؟ المهم ده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى الفيديو لو عجبك، لو عجبك اخبط لايك واشترك معايا في القناه. سلام عليكم.